واستمرارا لتغطية اعتصامات أنصار التيار الصدري في مجلس النواب، ينضم إلينا مباشرة من بغداد السياسي المقرب من التيار الصدري الدكتور فتاح الشيخ، أيضا من بغداد عضو ائتلاف النصر عقيل الروديني، ومن أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي. أهلا بكم ضيوفي جميعا. أبدأ معك دكتور الشيخ، يعني هل يسعى التيار الصدري إلى الانقلاب على النظام السياسي؟ شكرا جزيلا، أهلا ومرحبا، تحية لك والضيوف الكرام. ويبدو أن كلمة الانقلاب هذه لم تكن موجودة أو حاضرة في ذاكرة التيار الصدري أو أي سياسي عراقي، بقدر ما أقول أن هنالك عملية إصلاحية جذرية للعملية السياسية التي أشابها الفساد وعشعش بها المفسدون، وهذا حق مشروع لأبناء الشعب العراقي مع المتواجدين مع التيار الصدري في قبة تحت قبة البرلمان. واليوم أبناء الشعب العراقي عرفوا جيدا منذ 2003 حتى الآن أن القرار السياسي العراقي مصادر، وبالنتيجة هؤلاء كانوا يمثلون أجندة خارجية على حساب الأجندة الوطنية، فضلا عن تماديهم لكسب الامتيازات الشخصية وترك الشارع العراقي، وصولا إلى الفساد الذي هو الآخر ملأ خزانات وأرصدة هؤلاء على حساب المال العام. وبالنتيجة الشارع العراقي انتفض، وسبقه قبل ذلك السيد مقتدى الصدر عندما دعا في حكومة الأغلبية إلى عملية إصلاح جذرية، إلا أن الأخوة في الإطار رفضوا ذلك، يعرفون جيدا أن هذا الإصلاح سيطالهم باعتبار أن هنالك عدد لا بأس به من المسؤولين الذين سيطالهم القضاء والفاسدين، وفي مقدمتهم المطلوب نور المالكي للقضاء، والذي دعا السيد مقتدى الصدر لأكثر من مرة أنه على المالكي أن يقدم نفسه للقضاء العراقي. دكتور شيخ، هذه الملفات التي تتحدث عنها الفساد ومحاسبة الفاسدين، هذه ملفات موجودة منذ 20 عاما تقريبا، والتيار الصدري شريك لهذه الأحزاب والكتل السياسية منذ 20 عاما، لماذا تحرك الآن؟ اي وشلون يعني لازم نكملنا 20 نخلص بعد في 20 اخرى؟ اكيد لازم اكو وقت الى الحد من الفساد، صحيح. كل الكتل السياسيه بدون استثناء، كل الكتل التي شاركت منذ 2005 حتى الان يشوبها الفساد. كتل سياسيه كرديه وعربيه سنيه وشيعيه وغير ذلك، فضلا عن انه غير الفساد هنالك اداء حكومي هابط. يعني احنا التيار الصدري لما يطالب بمحاكمه المالكي ليس فقط على الفساد الذي منيت به حكومته، إنما هو دورتين متتاليتين وهنالك الترهل الحكومي، فضلا عن سقوط المحافظات الثلاثة، وصولا إلى التسريبات التي ذكرت في وسائل الإعلام على لسان المالكي هي الأخرى تساعد على إثارة الملف الأمني وتهدد السلم الأهلي. بالنتيجة اليوم التيار الصدري يرى من خلال برنامجه الإصلاحي أنه هو الذي يتمكن من إصلاح العملية السياسية على الأقل في البيت الشيعي، طيب، ثم الذهاب خطوة خطوة ستيب باي ستيب إلى إصلاح الأخوة السنة والكرد، وبالنتيجة سنقضي على المحاصصة الحزبية التي هي الأخرى من خلالها تفشى الفساد في الحكومة. اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي الآخر سيد عقيل الروديني. يعني سيد عقيل، يبدو أن التيار الصدري مصر حتى الآن على قضية محاسبة الفاسدين وتسليم المتورطين بذلك إلى القضاء. في ائتلاف النصر كيف تنظرون إلى هذه المطالب؟ وهل تعتقد أن اللجوء إلى المبادرة التي طرحت في قضية حل البرلمان والتهيئة لانتخابات مبكرة يمكن أن تؤتي أكلها في ظل هذا الجو المشحون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي وتحية إلى ضيفيك العزيزين وتحية إلى جمهور قناتكم الكريمة. لا شك اليوم الأوضاع السياسية في العراق باتت أكثر تعقيداً، ونحتاج إلى الحوار ونحتاج إلى التعقل، وكذلك نحتاج إلى الحوار الوطني اللي ممكن أن يفضي إلى يعني حل هذه الأزمة السياسية. وبالتالي لا شك اليوم مطالب المتظاهرين أغلبها يعني مطالب مشروعة، وهذه المطالب يعني يجب أن تنفذ، لكن اليوم من يحاسب من؟ اليوم لا توجد حكومة كاملة الصلاحيات ولا يوجد ملفات جاهزة. هذه المطالب المشروعة التي تتحدث عنها بظلها محاسبة المالكي وتسليمها إلى القضاء سيد الروديني؟ أنا لم
أنا لم أذكر أسماء، أنا أتحدث بشكل عام. هذه المطالب اللي تتحدث مثلا إلى محاكمة الفاسدين يجب أن تكون هنالك ملفات جاهزة وفيه أدلة ووثائق تدين الفاسد مهما يكون، وبالتالي تقدم إلى قضاء عادل. يجب أن تكون هنالك حكومة ذات صلاحيات واسعة وتقدم إلى القضاء العادل، والقضاء هو من يحكم. أما اليوم بهذه الطريقة كيف يقدم الفاسد؟ إلى من يقدم الفاسد؟ لا توجد حكومة ولا يوجد رئيس وزراء كامل الصلاحية، وهذه الحكومة هي تصريف أعمال. وبالتالي نعم، هنالك كان في السنوات السابقة يوجد تلكؤ في العديد من الملفات، وكافة الكتل السياسية كانت مشتركة في هذه الملفات. لذلك يجب أن نتفق على حوار، وهذا الحوار يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية مثل ما كانت مبادرتنا في 22 حزيران الماضي. وبالتالي خلال هذه الفترة ممكن أن يكون هنالك قانون عادل للانتخابات يلبي طموح أغلب الكتل السياسية، وتغيير فني أو إداري في مفوضية الانتخابات حتى لا تتكرر. سنكمل هذه النقطة لاحقا سيد أروديني في مسألة إعادة الانتخابات مرة أخرى، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي من أربيل السيد صبحي المندلاوي. في أربيل كيف يبدو موقف الحزب الديمقراطي من الصراع الدائر الآن بين أنصار التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي؟ نعم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين الأعزاء. لا شك أن الأزمة السياسية الموجودة في بغداد كانت متوقعة بعد سلسلة من الأحداث التي جرت. الإطار التنسيقي ربما يتحمل الكثير مما يحدث اليوم باعتبار أنه كان معطل لمشروع الأغلبية، وربما كان من الطبيعي أن يكون هناك أغلبية سياسية طالما أن الحكومات التوافقية سابقا فشلت، وعلى أثرها كانت انتخابات مبكرة وقبلها كانت تظاهرات تشرين. وبالتالي ما قام به الإطار التنسيقي بعد إعلان النتائج من حقيقة من أحداث وضغوطات كثيرة واستخدام حتى القضاء المسيس، كل هذه الأمور حقيقة كانت يقف حجر عثرة في مشروع الأغلبية. وبالتالي السيد الصدر انسحب، وأيضا لكنه الكل يعلم أن للسيد الصدر وللتيار الصدري يعني حشود في الشارع العراقي، وبالتالي هم لديهم ورقة ضغط كبيرة جدا، وهذا كان أمر معروف ومؤكد. السيد الصدر لجأ إلى هذا الشارع باعتبار أنه ربما الورقة الأكثر ضغطا، وفعلا اليوم الإطار النظام السياسي العام في العراق يعيش أزمة حقيقية. الكرد دائما كانوا مع الحوار والدعوة إلى تجنب الفوضى، وبالتالي وهي بداية الدعوة سيد المندلاوي التي دعا إليها رئيس إقليم كردستان جرفان بارزاني. ولكن هذه الحوارات هي يعني لم تزل مستمرة منذ عشرة شهور، ما الذي أنتجته لتنتجه اليوم؟ يعني عملية استمرار رفض الحوار والوصول إلى حلول بالتأكيد سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. يعني على الإطار التنسيقي وحتى التيار الصدري أن يلجأوا إلى الحوار بدلا من الفوضى أو لا سامح الله الاقتتال الداخلي. هذا الأمر في الحقيقة يشعر بقلق، الكرد يشعرون بقلق به. بالتأكيد أي فوضى أو عدم استقرار في بغداد بالتأكيد يؤثر أيضا على إقليم كردستان وعلى عموم العراق. وبالتالي يعني ليس بجديد على الكرد محاولة الوصول إلى حلول، وسيد نيشيرفان بارزاني رئيس الإقليم دعا إلى حوار مفتوح في أربيل، وبالتالي أيضا هذه فرصة للوصول. عدم الوصول إلى حلول وعدم التوافق على نقاط معينة ربما سيؤدي إلى وضع لا يحسد عليه، وهي بالتأكيد تؤثر على جميع العراقيين. طيب دكتور شيخ، يعني أنتم لا تزالون مستمرين أو أنصار التيار الصدري في اعتصامهم داخل البرلمان، وهذا أيضا ما تحدث به مدير مكتب الصدر في بغداد، ولكن ماذا لو جاءت الآن تغريدة من السيد الصدر أو من يتحدث باسمه بالانسحاب، هل سينسحبون أم لا؟ أمامي الآن تغريدة لسماحة السيد الآن وصلت، إن الثورة العفوية السلمية التي
حررت المنطقة الخضراء كمرحلة أولى، لهي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية. فأتصور هذه التغريدة الآن هي الأخرى ترسخ بقاء المتظاهرين باعتبار أنها الدخول إلى المنطقة الخضراء كخطوة أولى، أي ما معنى أن هنالك خطوات أخرى لسماحة السيد مقتدى الصدر سيمارسها عبر الجماهير المنتفضة أزاء الحكومات الفاسدة، ليس فقط حكومة واحدة إنما العملية السياسية برمتها. هذا يعني رفض لأي مبادرة للجلوس أمام الطرف الآخر وأي مبادرة حوار مطروحة الآن، ليس كذلك؟ وهو هذا الموقف، يعني التيار الصدري مكتب السيد الشهيد منذ صباح هذا اليوم قالوا لا حوار مع الإطار إطلاقا مع جميع أطراف الإطار. الإطار الآن في المفهوم الحقيقي هو الثلث المعطل الذي عطل العملية السياسية منذ 8 أشهر، فيتحمل هذا، ولهذا ذهب السيد أبعد من تشكيل حكومة، ولم يكن ديدنه فقط هذه الحكومة، إنما دعا إلى التغيير الجذري للعملية السياسية عبر آليات ديمقراطية بين قوسين، حتى لا نذهب إلى المفردة الأولى التي جنابك قلت انقلاب، إنما يغير في نمط السياسي وليس في العملية السياسية. نعم تبقى عملية ديمقراطية لكن نغير النمط، نحذب التدخلات الخارجية، لا نسمح بالكتل التي تمارس أجندة على حساب أجندة الوطن، كافي، لا نسمح بالعراق أن يكون ساحة بديلة لصراع دولة مع دولة. العراق للعراقيين أرضا وثروة وشعبا. العراق لا يمارس دور إيران أمام أمريكا ولا دور أمريكا أمام إيران. العراق يمارس شعب، يمارس انتخابات، يريد حكومة وطنية تعزز ما لشعبه ما يريد، وكفى نسفا دماء على حساب الآخرين. طيب احنا اليوم بالعراق كنا قادرين على إزالة أي شخص أن يأتي بأجندة خارجية، وعرفنا منذ 2003 حتى الآن أن العراق جعله البعض ضيعة لممارسة مصالحه الشخصية وضغوطات بين مصالح ودول أخرى ليس لنا فيها ناقة ولا جبل. اسمحوا لي ضيوفي الكرام، دعونا نستمع أو نتلو عليكم ما جاء في تغريدة زعيم التيار الصدري، حيث دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جميع العراقيين لعدم تفويت ما وصفه بالفرصة الذهبية لكل من اكتوى بنار الظلم والفساد والإرهاب. قال الصدر في تغريدة له إنها فرصة لن تتكرر، وشدد على أن الفرصة الحالية عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات. عودة مرة أخرى إلى ضيوفي من بغداد السياسي المقرب من التيار الصدري النائب السابق الدكتور فتاح الشيخ، يعني ومن أربيل أيضا السيد صبحي المندلاوي، ومن بغداد أيضا عضو ائتلاف النصر عقيل الروديني. كيف أعود إليك يا سيد الروديني، يعني كيف تنظرون إلى هذا التطور اللافت في مستوى الخطاب والموقف الآن الدائر في قضية اعتصامات التيار الصدري داخل مجلس النواب؟ يعني فلنبدأ من تغريدة سماحة السيد الصدر وأنها هي الفرصة الذهبية. نعم فرصة ذهبية، لكن أيضا نحتاج اليوم للجلوس إلى الحوار للتفاهم حول هذه الفرصة، وبالتالي هو هذا ما نريده، نريد حوارا وطنيا يعني بين الإطار وبين التيار من جهة، وبين مجمل القوى الوطنية من جهة أخرى، للوصول إلى يعني نقاط ورؤى نتفاهم عليها لإدارة المرحلة القادمة. ونحن جميعا يعني نطالب ب يعني تغيير واضح بالنهج الحكومي، بالعملية السياسية نحو الأفضل، وبالتالي يجب أن نتفق من خلال حوار وطني. سيد الروديني، لا تزالون تتحدثون بمساحة الحوار وتبادل الآراء في وقت يرفض فيه الجانب الآخر أي جلوس أمامكم؟ سيدي الكريم، لابد يعني اليوم أو غدا تنتهي التظاهرات، أو التظاهرات تكون لها مطالب، والمطالب يجب أن تنفذ. كيف تنفذ المطالب؟ الحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال، ورئيس الجمهورية تصريف أعمال، والبرلمان غير مكتمل، لا يوجد نائب رئيس للبرلمان، وبالتالي لا توجد جلسات للبرلمان. كيف ممكن أن تلبى المطالب اللي
يريدها التيار الصدري إذا لم يكن هنالك حوار والجلوس على طاولة للتفاهم على مجمل النقاط التي يريدها الشارع العراقي ويريدها المتظاهرون ويريدها التيار الصدري من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة نتفاهم عليها وبالتالي نمضي بهذا الاتجاه، لا يمكن إلا من خلال طاولة الحوار. نعم التظاهرات مشروعة والتظاهرات كفلها القانون والدستور العراقي، لكن لها مطالب والمطالب في نهايتها يجب أن نجلس ونتفاهم حول تلبية هذه المطالب وإلا طيب. نبقى بالشارع قد تسبب طيب. هذه وهي ما جاءت أيضا السيد الروديني في تغريدة الصدر الأخيرة الآن التي يتحدث بها عن تغيير جذري للنظام السياسي. أعود إلى ضيفي من أربيل سيد المندلاوي، يعني كيف تابعت هذه التغريدة والمطالب بتغيير جذري للنظام السياسي؟ ما يعني رفض أي مبادرة للحوار سواء جاءت من أربيل أو من بغداد أو من أي جهة أخرى؟ يعني أمر طبيعي أن يكون هذا التصعيد من قبل السيد الصدر، كل تأخير من قبل الإطار التنسيقي في الوصول إلى حوار وإلى تلبية مطالب المتظاهرين بالتأكيد هذا التأخير سيؤدي إلى ربما مطالب أوسع، وربما نشاهد اليوم السيد مقتدى الصدر يطالب بعملية تغيير النظام السياسي. بالتأكيد يعني الإطار التنسيقي كان تعامله مع هذه التظاهرات يعني منذ بداية دخول المتظاهرين كان أيضا يعني فيه نوع من التعالي أيضا وإصرار على مواقفه، وهذا بالتأكيد لا يخدم يعني الأزمة الموجودة. مطالبين الجميع بالتهدئة وسرعة الوصول إلى حلول، يعني هناك سيناريوهات. أيضا السيد الصدر بالتأكيد هو حريص على أن يقوم ب يعني بتلبية متطلبات المتظاهرين عن طريق يعني الدستور وعن طريق وبالتالي لا هو أيضا ربما لا يؤمن بموضوع الانقلاب أو ما شابه ذلك. نعم هو يطالب بتغيير النظام ولكن بوفق أسس دستورية، ربما تكون انتخابات مبكرة، ربما تكون تشكيل حكومة مؤقتة، قانون انتخاب جديد، كل الأمور كل السيناريوهات موجودة، ولكن على الجميع أن يعي خطورة الموقف وسرعة اتخاذ القرارات من أجل الوصول إلى يعني تفاهمات سريعة. طيب دكتور شيخ، يعني أعود مرة أخرى إليك، يعني السيد الروديني يتحدث عن نقطة مهمة وهي قضية محاسبة الفاسدين والتساؤل عن من يحاسب من، وبالتالي هناك من يتحدث أن التيار الصدري يطالب دون رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، ما الذي يريده وكيف يضع الآليات لتنفيذ هذه المطالب؟ يعني على الأقل من أبرز هذه الآليات التي نطمح جميعا إليها للوصول إلى انتخابات أكثر سلامة وأكثر حرية أن تعطي صورة حقيقية للديمقراطية في العراق، على الأقل تكون هنالك حكومة، يعني بعد حل البرلمان تكون حكومة انتقالية أمدها مفتوح إلى سنتين أو أكثر، هي التي تمارس بصلاحيات من الشعب تمارس محاسبة المفسدين بكل جدية، فضلا عن تعديل في المحكمة الاتحادية وإبعاد بعض القضاة الذين يسيطر عليهم من قبل الكتل السياسية. حدثني بصراحة أكثر دكتور الشيخ، حدثني بصراحة أكثر ووضوح، هل يعني ذلك تمديد حكومة الكاظمي إلى سنتين أو أكثر؟ ومن هم الذين يستبعدون من الواجهة القضائية؟ من الواجهة القضائية احنا نعرف ان السبب الرئيسي في هذه الأزمة تحديدا هو القضاء، باعتبار القضاء لم يقل قولته بصورة سليمة منذ 2010 حتى الآن في تفسير المادة الدستورية التي منحت حق الكتلة الأكبر. يعني إذا مررناها بناء على اتصالات بين المالكي ومدحت المحمود في 2010 على موضوع الكتلة الأكبر وفسرت بمزاج سياسي ومنحت المالكي حكومة ثانية، اليوم لا يمكن أن تتكرر، ولهذا القضاء اليوم مسؤول لأنه بقى ساكتا عن هذا الموضوع. لو حسمه لكان انحسمت هذه الأزمة. النقطة الثانية والمهمة، ما حدا مما بدا، لماذا سكت القضاء عن محاسبة نور المالكي في التسريبات الأخيرة التي تدعو إلى إثارة ملف أمني وإساءة للحشد الشعبي والحكومة العراقية ومراجع الدين وشخصيات سياسية، فضلا عن اتهام كتل أخرى بالتواطؤ مع إسرائيل وغير ذلك. زين يعني هسه ذني كلين القضاء ما يؤخذ بهن بناء على لو متكلمها أنا شخصيا لكان صدر بحقي مذكرة قبض.
فما حدا مما بدا، لماذا سكت القضاء عن هذا؟ القضاء يتحمل مسؤولية، نعم، باعتبار أنه سيد الساحة الآن، سيد الساحة السياسية والحكم القضاء في قول الفصل. سكوت القضاء يؤدي إلى انهيار العراق وانهيار العملية السياسية، أي بالنتيجة نحتاج إلى حكومة انتقالية، سواء كانت حكومة الكاظمي تمدد أو يدعون إلى حكومة أخرى تشكل عبر غطاء أممي أمدها على الأقل سنتين. واجبها أولا محاسبة المفسدين عبر الملفات الموجودة في الخزانة الأمريكية وحتى النزاهة العراقية، وهي موجودة وما أكثرهم. النقطة الثانية نزع السلاح من الفصائل التي تتسلح خارج إطار الدولة باسم الحشد الشعبي. الآن عندنا 3 ألوية موجودة بالمنطقة الخضراء، موجودة باسم الحشد الشعبي، تشتغل إلى فرد واحد، مسلحين ومدججين بالسلاح. هؤلاء هم أداة للفتنة الطائفية إذا حدثت بالعراق، أو الفتنة الشيعية أو إثارة الملف الأمني. ونحن على يقين أن هؤلاء متواجدين في قصر البندقية حماية للمالكي خوفا من المتظاهرين. خوش إذا أنتم تحسون هذه وسائل ضغط كلها صعب عليكم العدل، ليش ما مشيتوا عادل بالحكومة عندما كنتوا في الحكومة؟ ليش الآن تردون تنتزعون الحكم عنوة من الجماهير وتبقون متسلطين على كرسي أنتم ليس أهلا له؟ النقطة الثالثة وهي المهمة، الذهاب إلى قانون انتخابات عادل يمنح حرية التصويت للشعب العراقي. كافي عيب علينا أنه هذا كردي وهذا سني وهذا شيعي. النقطة الثالثة والمهمة، ندعو بعد فول هذه الانتخابات إلى التعديل الدستوري. الدستور هو المشكلة الرئيسية، ومن شارك في كتابة الدستور الائتلاف العراقي الموحد والكرد وبعض السنة الذين كانوا خارج التصويت يتحملون مسؤولية كاملة عن الدستور الذي كتب دون دراية قانونية من بعض أعضاء مجلس النواب. واضح جدا. مجموعة ثلة من الأغبياء كتب الدستور، والآن الدستور دكتور فتاح يعني على الشارع. أبتعد عن هذه التوصيفات واسمح لي فقط أنتقل بدقيقة أخيرة إلى أي نعم الذي لا يتمكن من كتابة الدستور فهو واضح جدا للتعليق على ما جاء ذكره من قبلكم. سيد أروديني، كيف تعلق على ما جاء على لسان الدكتور فتاح الشيخ بدقيقة واحدة؟ يعني صراحة نحن نحتاج إلى حكومة انتقالية مثل ما ذكرت مبادرتنا في 22 حزيران الماضي، وهذه الحكومة يتم الاتفاق على مدتها، وبالتالي نحن مع تعديل قانون الانتخابات والتعديل على بعض فقرات المفوضية وإدارتها حتى لا يتكرر ما حصل في الانتخابات الأخيرة من شك بالتزوير وطعن بالتزوير، وبالتالي الجميع يتفق إذا كان هنالك مفوضية عادلة وقانون انتخاب عادل يعطي صورة إيجابية لكافة العراقيين والمجتمع العراقي من أجل الذهاب إلى صناديق الاختراع، وبالتالي تصحيح العملية السياسية والديمقراطية من خلال صناديق الاختراع، ومن يفوز هو يشكل هذه الحكومة، وهكذا يتم تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية والمدنية في البلاد. نعم. شكرا جزيلا. سيد مندلاوي، تعليقك على ما جاء. يعني فقط أنا أعلق على موضوع الدستور والتعديل الدستوري أو إلغاء الدستور. حقيقة الدستور العراقي واحدة من أفضل الدساتير إن كان في المنطقة أو حتى في الشرق الأوسط، لكن المشكلة الحقيقية هو في عدم تطبيق مواد الدستور أولا، وفي انتقائية الدستور المواد الدستور تطبيق مواد الدستور بانتقائية، وأيضا وضع يعني تفسير ربما مسيس من قبل القضاء لبعض المواد الدستورية. هذه هي المشكلة. المشكلة ليست في الدستور نفسه. الدستور يعني هو دستور شامل، والدستور أكيد هو ليس كامل، ولكنه بالتأكيد هو دستور ليس يعني ليس بقاصر، بالعكس هو دستور ربما يراعي الكثير من الأمور، وهو دستور لشعب عراقي لمكونات عراقية، ولكن تطبيق وعدم تطبيق مواد الدستور هي كانت المشكلة الرئيسية. شكرا جزيلا من أربيل. كان معي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبح المندلاوي، ومن بغداد النائب عن عضو ائتلاف النصر عقيل الرضيني، ومن بغداد أيضا النائب السابق والسياسي المقرب من التيار الصدري الدكتور فتاح الشيخ. شكرا جزيلا لكم جميعا.